الجزائر حقيقة انا معرفش ايه اللي بيحصل لمنتخب الجزائر، وازاي منتخب بالقوة دي كان واخد بطولة العرب وبطولة افريقيا ودايس في افريقيا كلها، يبقى ضعيف كده ومش قادر يجمع نقطة ولا اتنين ولا فوز يصعد بيهم في امم افريقيا في مجموعة متوسطة. مش عارف السبب لعيبة ولا السبب جمال بالماضي ولا السبب فين بالظبط، بس عايز اتكلم عن حاجة اكتشفتها اليومين الاخرانيين دول متصدره لنا غلط بقالها فترة. اعتقد يا جماعة ان الجزائريين بيحبونا، اعتقد ده، وشفتوا في كومنتاتهم على المنتخب المصري مش مشكلة احنا خرجنا عايزين مصر تاخد البطولة. انا شفت جزائريين بيقولوا كده، رغم ان الجزائريين بيكرهونا، ده اللي احنا هنعرفه ان الجزائريين بيكرهونا، واحنا برضو بنبادلهم ساعات نفس الشعور، ما انت مش هتكرهني واحبك، هكرهك انا كمان. الغريب ان انا ما لقيتش ده، لقيت لا احنا مع مصر، مصر يعني اتعادلت 3 ماتشات بس مصر دي لو فاقت هتدوس، ولقيت كومنتات ايجابيه جدا من الجزائريين مش متوقعه. ايه الجزائريين بيحبونا؟ امال ايه اللي الناس مفهمانا ان هم بيكرهونا ليه وان احنا بنكرههم وفي بيننا عداوه؟ اكتشفت ان الجزائريين معظمهم اصلا عايزين منتخب مصر ياخد البطولة بعد ما الجزائر خرجت. في حاجة احنا فاهمينها غلط، في حاجة احنا مرسومة في دماغنا غلط، في حاجة غلط. بس اللي انا اكتشفته ان الجزائريين يستحقوا اكتر من كده او احسن من كده، واحنا ما كناش شايفين كده.